إذا كنت كتعوم بنتك واحد الظاهرة بحال هذه اللي كتشوف دابا في البحر، حاول تبعد على ذاك المنطقة، ونصح أي واحد ماشي كيعوم في ذاك المنطقة بأنه يبعد، حيت ذاك المنطقة كتبقى كتجرك كتدخلك لداخل، وإلا دخلتي لداخل راه معمرك تولي تخرج. بارطاجي هذا الفيديو، تقد تكون أنت السبب باش تعتق بزاف ديال الناس من هذه الحالة.